في هذه الديكا ديال إعادة التعمية والبناء ديال أكادير، ديكا هي مهمة، والحمد لله أنه صاحب الجلالة عطى لهذه المدينة واحد المشروع كبير، مشروع عوال ملكي اللي هو واش اللي كتشوفوا بأن المدينة كلها مفتوحة في أوراش، لا هنا فيما يخص يعني القطاع السياسي ولا وسط المدينة، وكاين مشاريع اللي غادي تكون في كذلك على لي كارتي اللي هما هامشيين اللي غادي تجي بهم يعني الجماعة بقوة إن شاء الله، وغادي نبداو نناقشوهم في هاد الشهور المقبلة. وشكون